شيء من كذا. من قصيدة طويلة لعلي بن حمري الشاعر الجزل، ما شاء الله، علي بن حمري القحطاني. نعم. يوم يقول من أول يوم القل والمال ما ينطال، قبل شركة الكهرباء تنور بيوت الطيب، يوم أن الرفيق أغلى من الروح والمنزال، ويوم أن الرفيق نغاب نفقده فقد شين، وذا الحين الأخ يقاطع أخوه حيل وحال، ولا حسته الأيام ولا أغراب البين، أخوي ابن أبوي إن كان ما يردع العيال اللي عالفيني رحت به في سند الاثنين، أبيعه كذا وأشرب وربيعته فنجال، وأنا دون عمري قبل يولد إلى ذا الحين، جروح العرب تبرأ وجرح الأخ قتال، وجرح العرب واحد وجرح الأخ جرحين، والله ولو يبتلى ما خليه لين يهال علي القبر، ولا انتصر له من الغاوين، يقولون جيبك أكبر أخوانك العقال، وأنا أقول وقفة لخ تسوى كنوز الصين، عطاني الزمن كل شيء إلا مره وأطفال، عسى الله يكمل زينتي في الحياة آمين. لا تحزن ولا تزعل تماسك وهد البال، ترى العاقل اللي يحسب حساب وقتها زين، رفيقك تحمل له ثلاث لا شك ثقال، لكن رابعت افطل لها واخذ حق ودين، والأولاد وهبة لا أعمام ولا بخوال، عسى الله يصلح ما عطانا من الجنسين، يا كم بنت هامل جاء ولدها بطل الأبطال، يا كم بنت شيخ جاء ولدها قصير يدين، زكاة العوالم عكستها زكاة المال، لا طاب لك واحد فدفن عوالك الباقي. الله وسلام. جميل والله شاعر علي بن حمري. كنت بتقول أمس في السواليف القطيعة وكذا. والله أمس ترى موضوع يقريع كذا، حتى رحت السيارة أقول ليش يمكن في واحد يبتلى، أما نقول إحنا روح طيب سو وتوا